دخل المدينة ودخل المدينة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ودخل المدينة ودخل المدينة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى صدق الله العظيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه